وأما بعد يسمونها فصل الخطاب، وقالوا إن أول من نطق بها سيدنا داود وآتيناه فصل الخطاب. أما بعد فكأنه فصل هذا عن هذا، يعني مهما يكن من أمر بعد فاء، ولذلك ما بعدها يقترن بالفاء. فعلم الفقه، ما ينفعش تقول أما بعد علم الفقه، ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمقدمه لسيادتكم، لازم تجيب الفاء علشان جبت أما بعد. أما لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم ينفع. أما للتانية ما أنت جبت أما بعد، فلازم ما أما بعد معناها مهما يكن من أمر بعد فاء، يبقى هنا كأنه في شرط ودخلت الفاء على جواب الشرط. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف، أدي الأماكن اللي تدخل فيها الفاء. الجملة الاسمية، الجملة الطلبية، اسمية طلبية، الجملة اللي فيها فعل جامد زي عسى وليس، إلى آخر اللي قالوا ده. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف اللي هو سوف والسين. علم الفقه، بدأت جملة اسمها ايه؟ علم الفقه بحوره زاخرة، دي جملة اسمية، فيبقى تقول كده فعلم الفقه بحوره زاخرة. ماشي ولا ما فيش ابيض؟ هم الملك بتبصوا كده بصة غريبة زي ما يكون ما فيش مش معانا. اما بعد فعلم الفقه، واحد اخ يقول ايه؟ يقول بس ده وردت في البخاري من غير فاء، وردت في البخاري اما بعد، ما بال اقوام يشترطون في كتاب، في يشترطون في بيوع مثلا شرطا ليس في كتاب الله، ما اما بعد ما؟ قالوا هذا من تلاعب الرواه، يعني ما فيش حجه فيه في هذا المقام. ممكن في الحديث الراوي هو اللي يكون نقل بالمعنى، والراوي لانه مش عربي الثاني والثالث والرابع خلص صحابه الكرام، ممكن يحصل منه هذا.